مشاهدينا الكرام، لازلنا متواصلين بحضرتكم بانطلاقاتنا في هذا الصباح بانطلاقات سباق كأس المفاريد لعام 2024 بنسخته الثالثة على أرضية هذا الميدان، ميدان الطائف، لسباقات الهجن العربية الأصيلة. وصلنا لانطلاقة شوطنا 21 للإبكار المفاريد. نتقدم هنالك إلى مقدمة الشوط والمركز الأول. صالح بن ضيف الله البريكي يقدم لنا انطلاقة الجنادرية على المركز الأول وصدارة الشوط، بينما المركز الثاني هنا الفارسية بشعر محمد بن عبيد بن سلمان آل تميم الدوسري يقدم الفارسية على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصول من جويان بن رويضان بن جويان الدوسري مع هتاشة على المركز الثالث، بينما الدخول في هذه اللحظات من شعر محمد بن سليمان بن حامد البلوي مع تبوك على المركز الرابع. المركز الخامس من الجانب الآخر يتقدم ويقدم لنا شعاره هنا عبد العزيز بن مبارك بن فهاد السهلي مع سيوف على المركز الرابع. المركز الخامس من يتقدم في هذه اللحظات ويدفع لنا بلعبه جابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري، وأيضا الشعارات الواصلة هنا من وصلت حاملة للرقم واحد لهب مطيع بن عبد الله بن بنيان العامر يقدم لنا لهب على المركز الخامس. ولكن البريكي إلى مقدمة الشوط العودة، إلى من تسللت، إلى البطلة، إلى من تحمل لنا رقم واحد، إلى المركز الأول مباشرة بدون أي استئذان يتسلل مالك لهب إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول مطيع بن عبد الله بن بنيان بن شويل العامر عمار يا مالك لهب. ولكن حذاري من الأسماء الحاضرة، الأسماء المتواجدة هنا، اشتعال صالح بن محمد بن منصور الرزقة أبناء نجران يتنافسون على المركز الأول، ولكن القدوم أيضا من غنى علي بن صالح بن فيصل الكربية هنا يتسلل من مركز إلى مركز، ولكن لنا عودة إلى اشتعال، إلى اشتعال من أشعلت هنا وتيرة ومنافسة هذا الشوط. اشتعال والهب، اشتعال والهب، نار اشتعال، لهب واشتعال، ولكن اشتعال من اشعلت الفوز والانتصار. تهانينا والنماس على هذا الفوز والانتصار الكبير. المركز الثاني وصلت العامرية بالشعر ماهر بن مسعود السحيمي. المركز الثالث وصلت هنا اشتعال او لهب بشعر مطيع بن عبد الله العامر على المركز الثالث. المركز الرابع والخامس كان الدخول سريع عند خط النهاية في الإعادة إفادة لنعطي كل ذي حق حقه في هذا الانتصار وفي هذا المعترك الأخوي الكبير حتى آخر الأمتار. تهانينا والنماس يا مالك اشتعال على هذا الفوز. من أشعل الانتصار؟ من أشعل وتيرة هذا الشوط وأتى في الأمتار الأخيرة منتزعا النماس الغالي؟ تهانينا يا مالك اشتعال على هذا الفوز والانتصار. صالح بن محمد آل عامر من أتى باشتعال 3:06 و13 جزءا من الثانية. هنا اشتعال بشعار صالح بن محمد بن منصور الرزقة وذهب بالسلام إلى أبطال نجران. سلام يا أبطال نجران على هذا الفوز والانتصار الكبير. المركز الثاني لهب بشعار مطيع بن عبد الله العامر 3:06:34 من الثانية. المركز الثالث هنا غنى علي بن صالح بن فيصل الآل عويل الكربي يصل على المركز الثالث 3:06:38 من الثانية. المركز الرابع
نكمل على مسامعكم الفائزين بالمركز الرابع والخامس لهب. هنا عبد الله بن مسفر اليامي او الهبوب، وعبد الله بن مسفر بن محمد اليامي على المركز الرابع. المركز